كده اصريت ان احنا الميدان الهام لما سلمت الجائزه كلمتها وقلت لها طب ما تيجي نعمل حاجه في مهرجان اسكندريه الحنان عشان يطلع اعتبارها في مهرجان اسكندريه نفسه. فالحقيقه يعني الافلام كانت فعلا منافسه كويسه لغايه الاستاذ ايهاب، لكن الحقيقه كمان حنان عامله دور غير عادي يعني، وكانت تستاهل الجائزه وفي المفاجاه، ولكن كان فعلا في هديه في التمثيل فكانت الجائزه بنصر. انا عاجزه عن الشكر، يعني انا مش عارفه اشكر ليه ولا لا. طبعا بشكر اداره مهرجان الامل وان انا خدت الجائزه ولجنه التحكيم، بشكر جدا جدا مهرجان اسكندريه والاستاذ امير عوضه. بجد حقيقي المهرجان ده ليه وقع خاص جدا في قلبي، اول او تاني مره ابقى عضو لجنه التحكيم، وكنت لسه عروسه كان في مهرجان اسكندريه وبقيت من شهر العسل على هنا. دايما كده المهرجان ده ليه حاجه في قلبي. اما بقى مدام ايهاب شاهين دي فحطوته تانيه خالص على المستوى الانساني، هي من اجدع خلق الله وراقيه وصاحبه صاحبها ودايما بتدافع عن وجهه نظرها باستماته، بطله هي حقيقي بطله وفنانه كبيره جدا ومحبه للفن وللفنانين وللصناعه، وعايزه طول الوقت عندها شغف انها تطور من امكانياتها الكبيره جدا اصلا. فهي الجائزة بتاعتي زادت كتير جدا.